كرة القدم الكرة دي فن ولعب بين السنة اللي قال دي مدرسة أوروبا الدوري تعيش معاه اتفرج بقى على الأستاذ تحليل خطير مش أي كلام مع ميد وسيف وحزن إمام يعني الموضوع ما فيهوش هزار ستارز أوف فانتازي مولع نار اهلا بكم من جديد وبرنامج جديد ستارز اوف فانتازي برنامج جديد معايا ميدو والعالمي على مدار موسم كامل هنكون معاكم في الدوري الانجليزي لعبه جديده ميدو بيتحدى فيها حازم كالمعتاد بيقعدوا يحطوا على بعض وانا كالمعتاد ببقى في النهايه يعني واسطه خير اقعد اولعهم على بعض عارفين ميدو يعني كرويا ضعيف حازم ملوش اصلا في الكوره هنشوف يعني هنشوف ايه اللي هيحصل وهنشوف المواضيع ايه برنامج زي ما قلت لكم هيكون مختلف تماما منافسه هتكون بين ميدو حازم هيد تو هيد وكمان مع الجمهور انا جاي اعمل ايه وظيفتي ان واحد من الجمهور هو اللي يكسب اكيد في واحد هيكسب يا ميدو يا حازم ممكن تبقى الافضليه لميدو لعب في الدوري الانجليزي بيدرب حازم اكيد برضو الحته دي بيتكلم انجليزي كويس مع لغات هنعرف ايه اصل الموضوع وهنشوف ايه القصه ميدو مساء الخير مساء الخير يا سيف فرك ايه حبيبي عامل ايه الحمد لله تمام الدنيا ايه كله تمام معركه جامده مالك هادي ليه كده لسه الدخله دي كده هكسبه 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 ايه الدخله دي مش كده يعني انت لعبت فانتسي السنه اللي فاتت لعبت يا بيبي اه لو سيف مش هرحب بيا ولا ايه قافل عليا ليه كده زوما منور حبيبي يا سيف تعالى بعم مصر العالمي ربنا يخليك منور وجاي فايق ورايق انا فريش جدا راجع فريش قوي انا فريش جدا كنت فين يا كابتن سيف راجع فريش انا كنت بدور على شاشه اشتريها انت عارف البرنامج بتاعت مين مين نانو سيل من ال جي شاشه جديده وزد يلا بينا فين شاشة التعليم؟ كسر الدنيا ان شاء الله السنة دي ولا عالمي بقى ولا مش عارف مين معلش يا كابتن ميدو لا لا هكسبك هكسبك هنظبط الناس بتتكلم كتير دي انت عارف اه والله عشان كده انا هحط عليك ده ما تعرفوش هحط عليك هتلاقي هو عنده بيحتفل على قاعدة جماهيرية انا لاعب ممكن يدمع مثلا يصعب على الجمهور فاهم ممكن يعمل الحركات بتاعته انت فاهم هيقعد يكلم اصحابه ويسالهم وايه رايكم ويغش من هنا انا راجل اه لعبت قبل كده بس في لعبت معانا في جروب قبل كده وكنت ضايع لا فاكر الجروب القديم اللي كنا فين ده هو لا ده بعد اول اسبوع نسيت اليوزر نيم والباسورد ما عرفتش اخش عليه تاني ايوه انت عشان لقيت تليفوني ضاع ما عرفتش اخش لا والله انت نفسك منتهي والله انت نفسك في القاع لا لا بس انت لو هتبقى مسالم كده وهتخليه يتنطط عليك كده يبقى ما تجيش انا اتنطط عليه بالنتائج ما اجيب لا اجيب حد بقى يخش معايا بالنتائج اصل ده ليه دخله لو ركب بالعكس انا حافظه بالنتائج نكسب اول اسبوع هتلاقيه هدي هتلاقيه بقى كلامه قليل هتلاقيه ايوه اصل بيلعب من السنه اللي فاتت فجاي محسسنا ان هو يعني اشتغل السنه اللي فاتت التلفزيون لوحده احنا سيف مره زمان كده من 5 سنين كنا عملنا البتاع ده في حته كده معينه كنا جروب والكابتن معانا كان عملنا البتاع ده في حته الجروب يعني عملنا فانتسي يعني وكان معانا بس الكلام يتوضح والله العظيم بعد ثاني معانا وبعد ما ابتدى هم كانوا فاكريني بلعب بص 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 اكمل بس اكمل المعلومه قاعد يلعب معانا اسبوع في التاني في الست عمال ينزل ينزل والله ينزل راح جاي لنا اصلا يا جماعه الفصل راح مني ما بقتش والله العظيم ايوه بس احنا لو بنتكلم على الدوري الانجليزي راجل ده لعب في الدوري الانجليزي عنده بيت في انجلترا مش عندك بيت في انجلترا عندي ماديا مستريح العيله مبسوطه الدنيا معاك كويسه يعني ليه داخل انت عليه الدخله العنيفه دي بتاع صحت بقى انا شفت البرومو بقى بتاعه وحازم مش عارف وانا وانت اشتغلت ما اشتغلتش في الدوري الانجليزي وتسخنني اه وانا بسخنش بسهوله انت عارف اه طبعا لا 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 ده عارفها كويس قوي لا 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 يلا درجات تحت الصفر نشرح القصه للناس نشرح القصه للناس الموضوع عباره عن ايه الموضوع كل واحد فيكم هيقفش 100 مليون باوند استرليني كويس يشتري بيهم لعيبه براحته وفر حاجه عايز يروح يشتري حاجه براحته مفيش مشاكل كل جوله هيغير لاعب واحد بس قبل اي جوله بساعتين ثلاثه ليك من كل فريق ثلاث لعيبه اختار اظن انا كده عملت اللي عليا لا عشان افهم الناس اكتر يعني طب عايز اسالك سؤال قبل ما نفهم الناس 100 مليون باوند في الدوري الانجليزي تعمل فريق ملهاش علاقه يعني في الحقيقه اه لا لا ده مش فريق فريق عادي يعني مش هينافس يعني بص هو انت كل فريق لسه كل طبعا. فريق موجود في البريمير ليج بياخد حوالي 100 مليون باوند الافرج يعني 100 مليون باوند من 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 من, من, من التي في رايتس من عوائد البث فكده كده بيبقى انت ضامن حوالي 110 120 مليون باوند داخلين لك ده غير الجيتس اللي هم التذاكر وغير الزوتا يعني كل فريق بيعمل في السنه على الاقل 170 180 مليون باوند ف بيبقى في جزء منهم المرتبات وجزء مصاريف والانتقالات بتاعه الفرقه والترانسفيرز اللي بيعملها يعني
يعني في البدايه اعتبر ان انا عامل معاك واجب كده. 100 مليون باوند. 100 مليون باوند تقعد في الدوري الممتاز يعني. تقعد في الدوري الممتاز. على حسب يعني، مثلا فريق زي ليفربول السنه دي ما جابش ولا لعيب. توتنهام السنه اللي فاتت ما جابش ولا لعيب. السنه اللي فاتت فولهام، السنه اللي فاتت فولهام جاب اكتر فرقه جابت لعيبه في الدوري ونزلت. هو ليفربول كان عنده تارجت ان هو يحتفظ بالمجموعه اللي موجوده عنده، هو ده كان الاساس السنه دي. السنه دي النهارده قال تصريح ليورجن كلوب ان هو يعني بيعتبر على الجمهور بتاع ليفربول ان هم زعلانين، ان هم بيطالبوا بلعيبه جداد، لان هو بيقول ان انت مش ضامن اللعيبه الجداد دي هيبقوا احسن من اللعيبه اللي عندنا ولا لا. مين عنده ممكن يبقى احسن من صلاح وماني وفيرمينيو؟ هو السنه اللي فاتت راح لشاكيري، وشاكيري كان اوبشن كويس جدا بالنسبه له ان هو لعيب بيقدر يلعب في 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 مكان صلاح او ماني، وفعلا في الماتشات يعني صلاح وماني صلاح وماني هما الاثنين السنه اللي فاتت غابوا عن 6 ماتشات بس. احلى تعليق سمعته السنه دي كنت انا حاسب في الاستوديو كان معنا مورينيو، قال لي اي لعيب بتجيبه جديد واي تغييره بتعملها في مباراه هو اللي قال كده عامله زي البطيخه، انت في الاخر بتكشف على البطيخه وبتشتريها وكله تمام، تعرف ان هي حمراء. اللعيب اللي تشتريه تنزله مش عارف هيبقى وضعه ازاي، واللعيب اللي تعمله تبديله في ماتش وتنزله برضه انت مش عارف، بتبقى قاري كل حاجه، ولكن في النهايه صح ريسك، لان انت بتجيب لعيب ممكن يكون كان بيلعب يعني، انت بتحاول كمدرب ان انت تقلل الريسك على قد ما تقدر، ان انت مثلا تجيب لعيب مثلا من نفس الدوري واخد على الدوري يعني مش محتاج وقت وضبط او بيتكلم اللغه، حاجات بتحاول ان انت تعملها. وشفنا لعيبه كتير برازيليين وارجنتينيين ولاعيبه بتيجي من امريكا اللاتينيه بتفشل في البريمير ليج. صح حازم، معنى كده ان انت شغال بقالك فتره في الشغلانه دي. خلينا نفهم الناس الفانتسي، في ناس طبعا بتلعب، خلي بالك بعد كمان ما صلاح دخل ليفربول دخل البريمير ليج يمكن المصريين من اكتر ناس بتلعب فانتسي على مستوى العالم، ناس كتير جدا بتعرف، في ناس كتير عارفه طبعا ايه الفانتسي وعارفه تشتغل ازاي. فاصل وارجع لكم تاني بسرعه نكمل اللعبه بتاعتنا ونشوف القصه، عارفين طبعا انا عشق يعني الفاصل بالذات بيبقى ليه متعه خاصه مقطع على اي واحد فيهم، هنرجع لكم بعد الفاصل. كله عارف طبعا ان انا هدي كل واحد منهم 100 مليون باوند، يعني كده جدعانه خد كده اشتري كون فريقك. طبعا الامور بالنسبه لحازم هتكون مختلفه، بقاله سنتين او 3 سنين في الموضوع، عارف هيشتري ايه، عارف هيحوش ايه، وحازم اصلا الجنيه ما بيطلعش منه بسهوله، ميدو احتمال هيطلع كل فلوسه ويدفع كمان من جيبه. امور هنا هتكون مختلفه تماما، 15 لعيب، 2 حراس مرمى، 5 مدافعين، و5 في خط الوسط، و3 مهاجمين. انت بتهزر في الاول بس عشان ابقى عارف موضوع الفلوس ده يعني؟ ايه يا حبيبي؟ بتهزر يعني؟ على مين؟ عليا وكده يعني؟ يعني ايه؟ ماشي ماشي، خليك معايا انت طول الموسم بس هتشوف في الاخر مين اللي هيبقى بتاع. طيب خليني اقول لك بداية الموسم او في بداية الفانتسي دايما ليك الحق انك تغير اللي انت اي عدد من اللعيبه في الاول قبل ما الموسم يبتدي ان شاء الله، تحط مثلا يعني سي الدوري هيبتدي يوم الجمعه، عندك الاربع الخميس الجمعه قبل الجمعه بساعه ممكن تغير اللي انت عايزه، ان شاء الله 11 تشيل 11 وتحط 11، لكن قبل الماتش بساعه مالكش غير بعد كده يعني في كل اسبوع هو تغيير واحد فقط ببلاش، بعد كده اي تغيير هيتخصم منك اربع نقط. في ناس يا جماعه ما بتبقاش فاهمه بتروح مغيره مثلا بالثلاثة اربعة ويلاقي نفسه فجاه في الترتيب بينزل، لان انت كل تغيير اكتر من واحد بينزل باربع نقط على طول. في ناس بتعملها يقول لك مش مشكله هضحي ما دام اللعيب ده مثلا اللي هجيبه هو متامل انه يجيب 6 نقط لو جاب جون ولا حاجه، لكن طبعا مش حلو ان انت كل شويه تشيل اكتر من لعيب، ساعات بيحصل طبعا في وسط الموسم هيبقى فيه بقى اللي هو دبل ويك في وسط دبل يعني ماتشين في اسبوع هيتلاقي مثلا لعيبه اصيبت، لكن في الاول في الطبيعي هو تغيير واحد فقط، اي تغيير بعد كده بيبقى 4 نقاط. خلينا كمان نخش على بقى ايه كل لاعب النهارده انت بتلم البوينت بتاعتك ازاي؟ كل لاعب لو شارك بوينت بالزبط. لو كمل السين دي تاخد بوينت تاني بالظبط. كل لعيب بتختاره في فريقك لو شارك اكتر من 60 دقيقه بياخد نقطه واحده، وبعد كده اهم حاجه في ان انت تجمع نقط احراز الاهداف طبعا. لو مهاجم احرز هدف بتاخد 4 نقاط، لو لعيب وسط ملعب احرز هدف بتاخد 5 نقاط، لو مدافع او حارس مرمى احرز هدف بتاخد 6 نقاط، ولو اي لعيب عمل اسيست بتاخد 3 نقاط. فطبعا احراز الاهداف وصناعه الاهداف هي اكتر او اكتر وسيله ممكن تخليك تجمع نقط في الفانتسي. طب حازم كمان في الكلين شيت وفي خط الوسط والدفاع. وفي الدفاع، الدفاع سيف من الحاجات المهمه جدا يا جماعه، اللي بيعمل تيم في الفانتسي الدفاع مهم جدا، دفاع
ممكن تجيب لعيبه بفرق في فرق بتعرف تدافع كويس فتعمل كلين شيت. كلين شيت على طول باربع نقط بيديك اربع نقط كلين شيت ويدي نقطه للاعيب نص الملعب. يعني انت لو عندك لعيب في نص الملعب بياخد نقطه لو فرقته طلعت 0-0 او يعني او طلعت فرقته 0 لو لعب بس اكتر من 60 دقيقه. يعني مثلا لو فرقتك عملت 0-0 او ما خدش فيها جوان بس انت اللعيب بتاعك طلع بين الشوطين مش هياخد النقطه الادنج ليك. الحاجات برضو المهمه ان الجون جون مهم جدا يا سيف. الجون ليه غير الاربعه؟ كل ثلاث تصديات بياخد عليهم نقطه ممكن يعمل لك نقط كتير جدا. ولو صد ضرب الجزاء بياخد 5 نقط ممكن في ماتش مثلا يصد بينالتي ويطلع كلين شيت ياخد يبقى 11 نقطه يطلعك في الترتيب بشكل كبير جدا. مش طيب مش موضوع ميدو كمان عايزين نعرف لو دخل فيه جون او دخلت جون او ضربه جزاء او ضيعت ضربه جزاء. لا يعني الموضوع مش انت بتكسب بوينتس بس ممكن يتخصم منك نقاط. صح. لو لعيب من فريقك ضيع ضربه جزاء بيتخصم منك نقطتين. لو لعيب من فريقك دخل جول في نفسه اون جول بيتخصم منك نقطتين. فزي ما انت ممكن تكسب بوينتس ممكن تخسر بوينتس وده طبعا فيها حظ كبير جدا. يعني لو واحد من فريقك جاب جول في نفسه دي حاجه ما تقدرش تعمل فيها اي حاجه لكن بيتخصم منك نقطتين. حازم على الانذارات. الانذارات اكيد كمان ليها دور كبير. انذار بياخد بيتخصم منك نقطه. الطرد 3 نقط. الجونين بيتخصم منك نقطه. يعني انت مثلا فريقك خسرت باكتر من جونين او جونين هتنزل نقطه من كل واحد مدافع. دي طبعا بتفرق جدا في تجميع النقط. عشان كده دايما لما تيجي تعمل فرقه حاول شوف الفرق او المدافعين اللي بيعرفوا بيلعبوا في فرقه بتعرف تدافع كويس. او في حاجه تانية استراتيجي مهمه جدا برضه عايز اقولها للناس. مش شرط تعمل الفانتسي ان كل الناس مثلا سيرد باكات. ممكن تعمل كلهم فول باكس. يعني الفول باك مهم جدا يعمل اسيست وبيهاجم بيعمل كروسات. الكروس طبعا بيديك نقط اكتر. لما تعمل كروس بيديك نقط اكتر. صح. لو عملت جول لو جبت جون بيديك نقط اكتر. فمش شرط انك تلعب 4 مدافعين يبقى 2 قلب دفاع واثنين باكين اطراف. لا ممكن تعمل 4 قلب اطراف عشان ده يديك نقط اكتر. على فكره حازم انت شكلك كده فاهم وشكلك هتكسب. فاهم. نطلع فاصل سريع ونرجع لكم نكمل بقيه تفاصيل اللعبه بعد الفاصل. هنخش على بداية الدوري الإنجليزي من يوم الجمعة القادم. ليفربول طبعا عنده ضربة البداية وليفربول زي ما قال حازم وجود محمد صلاح في ليفربول خلى كل المصريين يتجهوا إلى يعني الدوري الإنجليزي بشكل كبير جدا. بداية مشتعلة طبعا. ليفربول هيلعب نورتش سيتي الراجع العائد مرة تانية للبريمير ليج بعد سنوات طويلة. فريق عنده تاريخ كبير في البريمير ليج لكن ماتش لو أنت عندك لعيبة من ليفربول سهل ان انت تجمع بوينتس منه. ماتش سهل على انفيلد. سهل جدا ان اي حد عنده لعيبه من ليفربول في الاسبوع ده ان هو يجمع بوينتس. جيمس ميلنر مشاركته مش مؤكده لانه تعرض لاصابه عضليه في الاسبوع اللي فات. وماني طبعا لسه راجع بعد كاس الامم الافريقيه. شفنا كلته دخلته على ميلوود ودخلته على تريننج جراوند بتاعه ليفربول وازاي ان كل الناس بترحب بيه. لكن اعتقد ان هو مش هيشارك في ماتش نورويتش. طيب ده اول ماتش وست هام ومانشستر سيتي. حازم ده تاني ماتش وهيكون ايردين ايضا ماتش اكيد مهم جدا. طبعا مانشستر سيتي بعد الفوز بالدوري الخيري اكيد جاي متحمس جدا. بطل البريمير ليج السنه فاز وبالتالي لعبته مهمه جدا. هيلعب مع وست هام اللي ممكن فابيانسكي الحارس الاساسي عنده مشاركه غير مؤكده مصاب لغايه دلوقتي لسه ما بانش كان هيلعب ولا لا. مارك نوبل واحد من اهم لعيبه نص الملعب برضو عنده اصابه ممكن ما يلعبش بشكل كبير. الكلام ده اللي بنقوله للناس عشان وهي بتعمل فانتزي ما تحطش الاسامي دي بشكل كبير ممكن ما يلعبوش. طبعا مندي باك الشمال ما بيلعبش طبعا خالص لسه على تويتر بس مندي ده على السوشيال ميديا كل سنه متعور. حازم بليجريني لابورتي نفس الكلام المدافع طبعا الفرنسي. اخر ماتشين السيتي وست هام مستهام عملوا ماتش كبير جدا كبير. والماتش على فكره ماتش وست هام الماتش في وست هام وماتش غلس وماتش صعب في وست هام مع التجديدات عجبت لعيبه كتير كويسه. ليرو ساني طبعا لاعب الماني اكيد اصيب اصابه كبيره يعني مش موجود. فطبعا اكيد ناس كتير في مانشستر سيتي هتحط اجويرو هتحط ستيرلينج هتحط دي بروين دول اكتر 3 لعيبه بتجيب نقاط
طبعا مع لعيبه ثانيه سيلفا برضو موجود، لكن الثلاثه دول تحديدا هم اكتر لعيبه لما عشان دايما بيجيبوا جوان لما بيعملوا جوان. ميدو الماتش الرابع، الماتش الرابع كمان بورنموث وشيفيلد يونايتد. شيفيلد يونايتد رجع مره ثانيه للبريمير ليج زي ما اتكلمنا على نورويتش. شيفيلد يونايتد نادي من الانديه العريقه، يمكن من اقدم الانديه اللي تم تاسيسها في الـ في الـ في, الـ في انجلترا وفي العالم في العالم كله. بيلعب بورنموث على ملعبه. بورنموث عندهم استقرار كبير جدا، مدرب بقى له معاهم سنوات طويله، ومدرب احد المدربين المميزين جدا في البريمير ليج، لكن عندهم غيابات كتيره. ديفيد بروكس مش موجود، وعندهم سيمون فرانسيس خط الدفاع كمان غيابه مؤكد، وتشارلي دانييلز وستيف كوك. عندهم غيابات كتيره، هيكون ماتش صعب. ودايما لما يكون فرقه راجعه للبريمير ليج في اول ماتش بتبقى عندها يعني هانجر او عندها اكسايتمنت كبيره جدا ان هي تحاول ان هي تعمل ماتش كبير. فماتش صعب جدا بورنموث وشيفيلد يونايتد. بيرني هيلعب برضه في نفس التوقيت حازم، برضه الساعه 4 مع ساوثهامبتون. ماتش غلس بيرني في ملعبها، فرقه صعبه، فرقه صعب تجيب فيها اجوان. جيمس تاركوفسكي مدافع بيرنلي مش هيكون موجود، او مشكوك ان هو يكون يبتدي الماتش، لكن ماتش ما اعتقدش هيكون فيه اهداف كتيره. فرقه صعب يعني، اعتقد هتروح الماتش ده لبيرنلي بشكل كبير. ساوثهامبتون فرقه كويسه بتلعب كوره كويس، لكن بيرنلي في ملعبها الفرق الدفاعيه قويه. بص بقى، هو عامل خبير في البريمير ليج، المدرب بتاع بيرنلي اسمه ايه بقى؟ ما تنساش توجع لي بقى، ما هو انت عامل فيها خبير، عامل تقول له بقى حد قول لي بقى لسه حد بيصعب اللوز هيعمل لي فيها عبد الحليم حافظ. نفس اللي ابنك عيب اللي يخش عليك دخله زي كده، هدخله عيب. هجيب له فاكر نفسك بسالك على مصر المقصه، عامل لي فيها عبد الحليم حافظ عيب ان يخش عليك الدخله دي. كريستال بالاس هيلاعب برضو ايفرتون، ماتش صعب. ملعب بالاس دايما من اصعب الملاعب اللي موجوده في الـ في الـ في البريمير ليج. مدرب بالاس طبعا روي هوتشسون، مدرب منتخب انجلترا السابق ومدرب انتر ميلان السابق، عنده خبرات كبيره جدا. اخر مباراه كانت كريستال بالاس وايفرتون، انتهت بالتعادل. انا كنت موجود في الملعب في نهايه الموسم الماضي، كان ماتش صعب جدا جدا. بالاس عندهم لعيبه مميزين جدا، ويلفريد زاها، عندهم لعيبه. قول واحد تاني بقى بسرعه كده. هنك مني هنك. اللي كان بيلعب في توتنهام بلاش. اللي كان بيلعب بقى. طب الراس حربه البلجيكي تاونسنت، والراس حربه البلجيكي بتاع ليفربول اسمه ايه؟ ما عندوش فكره. ايوه بيقول لك بيلعب في ليفربول. الطويل ده كان في استون فيلا. باتشوايه بس رجع. لا 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 مش باتشوايه. لا لا باتشوايه ماشي. لا عندهم فرقه، عندهم فرقه كويسه جدا بالاس. ايفرتون اشتروا كين. لا لا ما كشفش والله. انا يا عم والله قال لك اسم واحد وسكت عليه. ازاي بيحفظ اسم واحد وبيجي فرقه؟ ازاي تعلب تعلب عندهم بونشن بونشن مش عارف. ما عندناش وقت بقى للكلام ده. الماتش اللي بعديه هتزنقني، هزنقك عادي على طول. الماتش اللي بعديه لا 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 اديني الماتش اللي بعديه اتفضل. واتفورد برايتون. واتفورد يمكن السنه اللي فاتت عمل واتفورد في ملعبه فرقه صعبه جدا، فرقه قويه جدا على فكره. واتفورد اللي الاونر بتاعها هو بوتسو اللي كان ماسك رئيس نادي اودينيزي. هو الستيل صح. انا بقول لك رئيس النادي، ودايما هتلاقي لعيبه من ايطاليا كتير بتلعب في واتفورد او بتيجي من ايطاليا تلعب في واتفورد. هتلاقي بيريرا كان بيلعب في يوفنتوس في واتفورد، هتلاقي هوليبس بيلعب في واتفورد. في لعيبه كتير لعبت في ايطاليا موجوده. دي وقت ان الاوقات كان عندهم 8 لعيبه اعرى من اودينيزي. من اودينيزي. احنا وقتنا بيجري بسرعه جدا. انا لسه ما قلتش حاجه. طيب لازم بس على واتفورد ان ديليفو واحد من اهم اللعيبه اللي هاجم، ممكن ما يبقاش موجود، عنده اصابه عضليه. تمام. توتنهام واستون فيلا. ماتش صعب. استون فيلا راجعين مره ثانيه. انت عارفين ان استون فيلا بيمتلك جزء من الاسهم الكبيره ناصف صويرس، ورجعوا مره ثانيه للبريمير ليج بوجود المحمدي وانضمام تريزيجيه. اكيد الناس كلها هتتابع استون فيلا السنه دي، ونتمنى التوفيق طبعا للمحمدي والتريزيجيه. بيلعبوا توتنهام على ملعبه، ماتش صعب جدا. في غيابات عند توتنهام، بن ديفيز الباك شمال مش موجود، اورييل باك رايت طبعا عنده اصابه كبيره، فويث موقوف، وسون نجم او جناح توتنهام مش هيبقى موجود. فمحدش يختار سون، لان انا عارف ان في ناس كتيره تبقى عايز تختار سون. قوي قوي كويس قوي. حازم ليستر. ليستر وولفرهامبتون. ليستر طبعا عنده لعيبه كتيره كويسه. ليستر جاب ايوزي بيريز من نيوكاسل، لعيب مهم جدا. جاب كين لا سوري كين راح ايفرتون. ليستر عنده لعيبه كويسه قلت، لكن وولفرهامبتون اللي عمل موسم رائع الموسم الماضي. مات دوهرتي مش هيبقى موجود، عنده اصابه مؤكده. راؤول خيمينيز الهداف الكبير الموسم الماضي واللي عمل بوينتس كتيره جدا في الفانتسي على فكره، هو ويوتا عملوا موسم رائع وجابوا نقط كتيره جدا لاي حد كان بياخد اللعيبه دي، برضه عنده اصابه غير مؤكده.
لو بلاش تحط خيمينيز في الاسبوع الاولاني لان ممكن ما يلعبش. خيمينيز طبعا هيفرق معاك جدا لانه لعيب مهم جدا الموسم الماضي، عمل موسم رائع. ارسنال نيوكاسل، نيوكاسل وارسنال سان جيمس بارك ملعب صعب جدا. نيوكاسل يعني بعد رحيل بينيتس وتولي ستيف بروس المسؤوليه وسط سيف اعتراضات ومظاهرات كبيره جدا من جمهور نيوكاسل زعلانين ان ستيف بروس بقى المدرب، رغم ان ستيف بروس جوردي ده اللي هم اهل نيوكاسل، الا ان هم بسبب ان ستيف بروس كان مدرب ساندرلاند قبل كده وفي عداوه كبيره جدا في النورث ايست ما بين ساندرلاند ونيوكاسل، ففي اعتراضات كبيره جدا من جمهور نيوكاسل على مايك اشلي مالك النادي ان هو عين ستيف بروس مدير فني الفريق. ارسنال لازم اكيد هيستغلوا الظروف الصعبه اللي بيعيشها نيوكاسل. عندنا مات ريتشي نجم نيوكاسل، نجم خط الوسط مش موجود، يدلن مدافع نيوكاسل كمان مش موجود، وهيكتور بيلرين طبعا الظهير الايمن لارسنال هيغيب بسبب الاصابه، ولاكازيت مشاركته مش مؤكده، ما حدش يختار لاكازيت. انا عارف ان انت ممكن تختار لاكازيت. لا مش حاطه، بس حاط واحد من مانشستر وتشيلسي. يعني ماتش حلو قوي في اول اسبوع في الدوري، طبعا كل الناس عايزه تشوف لامبرد مع تشيلسي عامل ازاي، يمكن بان في البري سيزون بيلعب كوره من تحت ازاي، كوره جميله جدا، كوره ممتعه، ولكن كله بري سيزون ما تعرفش ساعه الجد هيحصل ايه. مانشستر يونايتد بانتدابات مهمه بالنسبه له، عن طبعا ايريك بيلي مدافع اللي جاله اصابه كبيره جدا وهيبقى حوالي 6 او 7 شهور مش موجود، بوجبا برده عنده اصابه خفيفه ممكن ما يلعبش لغايه دلوقتي مش باين، فبرده خلي بالك بوجبا من اللعيبه اللي بتجيب نقاط كبيره جدا خصوصا في ملعب الاولد ترافورد. روديجر هيمشي بوجبا شكله بيقال ممكن يروح ريال مدريد. روديجر مدافع تشيلسي الالماني برضو عنده اصابه، فبرضو ما تحطوش روديجر مع مانشستر. لوفتس شيك وهوتسون اودوي من تشيلسي هيغيبوا بسبب الاصابه. كانتي وويليان عندهم برضو اصابات وممكن مشاركتهم تكون غير مؤكده. طيب بكده احنا خلصنا استعرضنا الجوله الاولى من الدوري الانجليزي كده هيد تو هيد، ميدو مع حازم هتبقى منافسه شرسه زي ما انتم شايفين. حازم خبره سنين في المجال، ميدو طبعا تاريخ كبير في الدوري الانجليزي. انا زي ما قلت لكم دوري ان انا اولع ما بينهم، واحد منكم هو اللي هيكسب. خشوا على اللينك بتاعنا اشتركوا هتكسبوا على ضمانتي، ما تقلقوش كل اللي بتسمعوه منهم ده كلام، القصه بالنسبه لنا هتبقى مختلفه تماما. حازم بقاله سنتين كل ما اقعد جنبه في حته انا مش فاهم بيعمل ايه، بفتكر انه بيتكلم في شغل. ايوه اتكسر ازاي؟ طب أيوة ايه اللي حصل؟ بوينت يا انا ضعت وبتاع، وتريب يلعب فاحنا كمان هنلعب. اشوفكم ان شاء الله باذن الله في الحلقه الجايه، وبعد نهايه الدور الاول هيكون معانا شاشه هديه من ال جي، شاشه نانو سل، وان شاء الله باذن الله هيكون معانا جوائز اخرى. ميدو وحازم هد هد استنونا في الحلقه الجايه. عايز تقول حاجه؟ كل اسبوع يبقى في جوائز. في جوائز كل اسبوع. دي حاجه جديده وقلب. وشاشه اولد في نهايه الموسم، هشوفكم ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه، هكون معاكم انا والعالمي والتعلم. اشوفكم على خير. ستارز اوف فانتسي.